نوم قم قوم. عباد ربي عباد ربي نورمال نورمال بعيد حوسي بتنومي. وخيتي اش بدك البيت؟ يا سيفي هميا تو تنشا لقيتكم ما لقيتكم تقش عليا مدار انت والبيه نتاعك كي سافسالي كل ما حات خويا. سكر فمك يا بيه ما مصدق لنصرفك ويشي مش نعليك راه هكا انا فيك ودي ما تسمعش يا اخي هاي يخرج واش يخرج صحت فيها عين عينك من دار خميسة أختي وأنا عايشة سيف السرقال راك في تونس بلاد الثورة يا بالذي لا 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 ندني لك ضراب جوع لنا ونكلم جماعة حماية راس النعش وشدوا يخبطوك بطريحة نقول لهم كلمة واحدة أبي بيش راهو زلم نازلة من النظام ونسكت على روح يا ربي الفاهم إي نازل من النظام هلا وش ما شفتك سباويتي هذية في وسط الشعبة تشرب في الشروب وتاكل في البشكوت وتصرف للمعتمد طمع في التراكتور شوف محسوبك المعارض الحاوس فيه الحاكم النهار الكل زمزاك زمزاك والنص باهي فاهم ما تعرف كيفاش تحديث مشو معاك مع بويك بالذي لا له اليوم كلمه جيت فاهم معاك صحيت السباب والله انت تصب منا انا نصب منك جا ربي ما انتش عندك تصب بس فاهم سهل ياش داني تليفون لخميس اختي نصب بك الصب وتصور عاد اش ماشي يصير ترى تكلم سي البهلول مش نعليك راه باهي يا سي الفاهم هاي مرسومه الفاهم احفظها اللي زرعوا عالثنيه ما يعفسش زرع الناس افرطف مش نعليك راه يا منجي نجيب لك باراسول وشامبريرة القهوة حلت عندها ساعة والمنظر يستنى فيك اخرج نهار راح هاني خرج يا قيمة تحبوا يتبدل يتجدد حتى كان جاب الحق يهف على خيك يا بنيتي باهي ما لقاش في دنيته خلي يلقى في الغلاء اسمع ما تبداش تتسبب كيما تفهمنا راه مش ترجع في كلامك لي ما نرجعش امي كلمته انا منظر وقلت له هاو هابط بحذاك اقف معاه وعلمه ما الحقيقه نتاع ربي يميمتي ما عنديش ثقه فيه خايفه يعمل لي عمله ويخليني في الحشمه انا لا تهنى وصيته قلت له اشرب الصنعه بالقدا واسمع كلامه واحسب اخوك اكبر منك وقال لي تهنى وانتي صدقته امي ما ودي ما يقول لك تهنى ومن بعد يتقلب على جدك جديده الحكايه هذه ولا هذه اول خدمه يلقاه يلا غالب يا اخي الدنيا عديته بالقفان زيدوا على مرمته وحدها ان شاء الله يا ربي كذبني ويطلع صيد كما قلت انت صيد ونص صيد امي ولا عصفور منجي خرجت شي تو يكشف حولك من صباح ربي وانت تبربق في الماكي جرمانه اش كنت تعمل؟ ما عندي ولا يا طيبه كنت ندوش هيك امال البارح تفرجت في الدوكيومنتير حشبطنا شنيا؟ يا حبيبي يا حشبطنا شبطنا يا طيبه راه كمان هيك قال لك رجالهم ما يدوش كامل بالبارد باش يبداو النهار كامل مكبوسين وانت ما لقيت تغني كان على عصافر قلت لاختك الساعه ولدي صيد ونص يا حبيبي يا اخي بلاش نوال فرق تو بين الصيد والعصفور يا طيبه تتكلم حيواني ثاني قال لك تلف من قدامي تلف يا يمي اسمع انا قلت جامعه حيوت وخيتي قديش باش تخلصني انا بصراحه قلت ما نطلبش عليها برشا مليون يزي فيها البركه نعرف شنو رايك عاد شبيها يا مين يا زعما مليون ياسر اي مش مشكلة نعمل لها ريميس عبدو عزيز وكازا بيكي كازا بيكي وتو سكرني مليح مرك معايا انا ليكس لوكس كيما قال نسيب الازرق أما قيلها ما عادش أزرق ملي خذاها خميس أختي وقيلها بلا خلاص أسد الدار دارك والعشاء من السوق نهك برطع الشخلع صك والنار يسد أنا عندك حرية التعبير والمقراطية بالبالة هاي شد حالي باش تولي حالي كور دير اللي غرضك فيه واللي يجي على رزقك
سكوا بين النواظر ما تروفش عليه، وخاصة ببوش ما تروفش عليه، راه عمل فيه ما نوصيكش عليه. قل به عاذر يا سلفام، ما توصيتي مع الانواح صحيتك. ما تخافش منه، هو وحده لما كنت نحن ثلاث، انت هنا وخميس عدك بها جاي ثلاث ترويكة. ترويكة الفاهم؟ هاي الفاهم، هاي مخبية في طاسة. ده ترويكة، واللي عارف خلي عارف. هاي تفضل يا سي حامد. احسنت وابسمت. شنو ربحت شي حوايج الجمعه اللي فاتت؟ شيء كما الانتخابات اللي حطيت عليه البطل، ضربوا مسمار في الحفر. قل لي بربي الدويره كملتهاش، اش عملت فيها؟ يومين او اثنين ويخرج منها الجيران الدهان. اما مش نقول لك بين قوسين، مصيبه كارثه المربى، الواحد جاي يفتلك وحل العنكوشه. مالا شو بالك يا راجل؟ تشبيك راهم يحل المربى توا، كان مدعي والدي يا خويا، وخاصة بعد الثورة، بسم الله المانع السلطة، الدنيا شعلت فيها النار. كي الحديد، الحديد باش يولي في سم الذهب. وهو كذلك، الدويرة ما تعرفها نقيبة، في فمها في قاحة، توا صارف عليها أكثر من 10 ملايين، وما زالت حالة فمها المصروف بين قوسين. يا حنين، ماني مخيب، إذا كان لقيت وحيد هكا يحب يكري، أعمل لي دقة أو إرسالية خفيفة، آتيك في الإبداع. الله يبارك، حاضر. قل لي استشارة بسيطة. تفضل. ما رأيك لو كان نسجلها في الانترنت مش خيرها؟ ايه؟ علاش لا؟ حط المعلومات الكل، وتعرف كان لازم زيد حط لها تصورها. شفتك الطفلة اللي قاعدة غادية؟ تلك الجميلة الهيفاء سالبة القلوب اللي حال الحسوبة. هذيك هي، هذيك اسمها أمير، تجم تعاونك بالكدا، واحدة راهي مهفة في الانترنت. هذيك يا سيدي كل صباح تجي أول عباد ربي تكونكتي، ومن بعد تمشي لخدمتها. امشي لها، امشي لها. أسعد الله صباح الرياحين. نعم. حامد الكزدغلي، إكس أبون سنتر في الشيمينو، ومتيم بالشعر الجاهلي. نعطيك بيت شعر. نفسي نفسي. لا علينا، بين قوسين أنا مربي الآن. نتشرفوا سي كزدغلي. شرف كله لنا. ما هذا الجمال؟ ملاك بلا أجنحة. أي سامحني، فيش نجم نعاونك؟ عملية بسيطة، يعني لو تكرمتي بين قوسين تسجلي المحل متاعي على الانترنت، فماش ما يطلع عليه المبحرين على الشبكة العنكبوتية، وأكون ممنونا. فهمتك. بيه هاي سي تفضل. أحسنتي. اكتبي إذن. المحل يا جميلتي 13 نهج الأندلس باب منارة، سين مع واحد مؤثث تأثيثا كاملا ومجهزا بالسخان والمكيف ومطلي بطلاء أبيض ناسع، ويحتوي كذلك على جرس كهربائي ذو نغمة عصفورية زرزور بين قوسين، وهاتف داخلي رنان، هذا إلى جانب قاعة من الرخام الإيطالي الأصيل مزركشا تزركيشة خفيفة. أقول قولي هذا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا بيا كان تلقاني كاري هكا نضيف كيف كنتي وجه سلح. يعيشك سي كزدغلي، سي تخي جونتي، علاش تعطيني نمروك؟ وهو كذلك، هذه بطاقة الزيارة بين قوسين، اطلبيني متى شئتي، أنا متوفر كامل اليوم. سامحني أبارامون غلط على خاطر النومرو للانونس مش ليا انا. وما العيب في ذلك؟ ما العيب بين الفينة والاخرى تعمل لي دقه او ارساليه قصيره؟ انا متوفر كما قلت لك كامل اليوم، خش عندي ما نعمل انا من الكوري للدار ومن الدار للكوري. نعم. الاسطبل يعني، انا والحمد لله اكبر مربي للخيول العربيه الاصيله في هذه المنطقه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا اتركك في رعايه الله، أو كما تنساش بين الفينة والأخرى تعمل لي دقة بكل رقة. أي بقدرة ربي. بين قوسين. أي يا
يا صباح الخير يا اللي مرايا يا حيد. تسمع في خوك صباح زاهي. هني نسمع عمي. الله يزاهينا الناس الكل. يا صباح الخير يا اللي مرايا يا اللي مرايا. الحمد لله. مش فايتكم يا جماعه؟ يا عيشك. ايك هو هذا جوجو. نعرف صاحبي راجل حبك تتلا بروحك فهمت لا على خاطر انا اليوم باش نمشي نخدم على روحي. فطيمه يا فطيمه ما نوصيكش على زيزو عاد حبك تتلا بي وتحطه في عينيك مشي كناك مالي ميت الزوزو وهو دبر حتى في الزقزيق ولا ينسز مسكين. تهنى عليا من جي تهنى. لا يقطع يا فطيمه احنا حتى انت زاد روحك مشيتي تتلا بحسونا وتنساه. تهنى يا سلمونجي تو نحطه في عيني وبالقفص نتاعو كان تحب. يا سلمونجي مازالش باش تقعد غادي خليني هوني انا قداش تقدر. يا طيبه هذا ما يمتك يحييك وليدي. وهذي نتاع حيوطه الغاليه وهذي نتاعي وهذي نتاع زيمزيو زيمزيو. شبيك حيوط؟ شي امي شي. فكرت المرحوم الله يرحمه. تشنو يا جماعه يا اخي ما تقولوا ليش مبروك الخدمه كيما قلنا لك عاد مبروك سلمونجي يا اخي قوموا بوسوك غير بركه هني على روحك انت راك راجل الدار تو ياسير ملا يا اخي ما شفتنيش فطيمه كي كنت صبيح دوشت بالبارد. و علاش دوش بالبارد يا اخي شوف با مهلوك يا حبيبي يا خوتك يشوف با مهلوك يا بنتي كي الرجال شبطنا رجال شبطنا يقوموا الصبيح يدوشوا بالبارد باش يبداو في فورما والله كان يدوش بالكلاصون. اش قلت حيوته؟ ما قلت شيء، قلت رد بالك تمرض هك تعص. لا لا هكي حساسيه راي. يا حبيبي يا اسمعي يا فطيمه، تطلعش عندي حساسيه من الخدمه وانا ما في باليش. يا النهار المبروك السعيد، يا النهار المبروك السعيد، كي تتهنى بشيره بالبش ويشرب من عند بابوش انت بش. هز يا سيدي، هز مدام، هز القطع عادي نار، عادي نار القطع. هز يا سيدي بالجملة والتفصيل يا 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 زوال يا صابر ومذوقين الويلة. دي دي عظمة على عظمة يا ست. اسمع سي بابوش ما تنساش باش تعطيني 10% من ربيع نتاعك لصاحبي سيكو سيكو واجي برح معاك بلاش. يا ربي حني صبرني وما نقرش بحد اليوم. سكري جاي سي فاهم نقول لك نراو البوليتيك نتاعك هذايا وسفان السبت ما يقولش معايا هاني نبع عليك انت ماك تعرف لي عاد كي نهبل ودور بيا دجاجتك. ها تصديق الكلام تم حسب تضرب بقرة طير العين مش نعلي اش قلت سي الحلزون واش اللي داير بيك الدجاج لك حلال فاهم. زعما بيبيش زادوا فيه الدجاج الابيض. يا ربي يا ربي يا ربي هاني رايد ام كنت يا راه قلبي خايز. يقولوا لكم سيسرع ثلاثة شكلك عام نحلة نحلة. اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا تفضل تفضل اخوي تفضل مدام تفضل. ايش عندك جديد اليوم؟ كل شيء ليكس في ليكس. هذا ليكس؟ ها مشو داخل قل لي عندك سي كالمارون؟ هي كيتي عنه ادخلي خيري على روحك كيف تحبي. هز القطعة عادي نار يا سيدي. سلعة كريمة كريمة القطعة عادي نار يا مواطن. ووه يا بيتي شنو هذا؟ مين خرج؟ خرج خلاص الهم هالسخطة فجعني هذايا يا أخي قل لي هذا كوني ولا فريق؟ سامحيني خاصة على ربي بطلت ماليش شعر يا سميح مدى من لا قل تحيي هذه يا حبيب مدى بس هالشيء راح يا مدى ما تخافيش أبدا. يا ريت كاو ما عادش فيها ترى هذا كلمه هنا خلي العيد يجي يتصرف معاه. ايوا سي امور اخرى ذي عندك توفيس هذا ماشي هي الامور الاخرى سي فيه واش بان من هربه منه فاش كنت تدني انت يا داخل توكل فيه في البقلاوه هذي هي غيبة قطة لابيا فار خميس اختي مطيشة غادي كرشة واصلة لهنا وانت عاين فيها فسادة الراقد فليك دبعت واش الكلام تقول فيه؟ هاي دبتش عليا من طومك تو كيتي لا اسمعك يقول ملحك
يا مخاوي والله كان قالوها لي نصدقها، لكن شفتك بالضيعة وينات المشكلة الدود والتراب، شديت متلبس بالكمش، وهذا مني لك العهد اللي عديتها لك على خط الأمور مخطرة برشا، واللي ما عنديش شاهد كذاب. هديك هديك هيدي شاهد خلاص، قبل نكتب لها واحدة سيدي. نكتب عليك ليش ما نكتبش لك معنا؟ ها سيكو سيكو زي لبك ما حاضر، حاضر ولا مش حاضر تراكل؟ أنا عندك الحق وخي من ناحية حاضر حاضر. لك هو مزيت مش راكب ليه زوز انترنت. صباح الخير بابوش. صباح الخير. لا لا هو باين الخير مبزع وين لقيت فيه. نجيب لخويا حاجة نشربها. اسمعنيش اسمعنيش المنظر. هاني شارب المر وجاحت. المنظر مثل انا قاعد اسك براسي قوية على حساب بابوشة كثر الدوسياتها. يا اخي شبيه بابوشة متقلق مش قد بعض شفم. هذا جاك جديد ما ناري كل مكسب المعزبة حتى شيء كما تقول المثل الشعبي. اذا كنت تحب روح تعيش سعيد خلي نسيبك بليد بعيد. لا سامحوني يا جماعة يا اخي هذا صوت بهيم ولا نهار نصبح نسمع فيه راه. اش غالط المنظر؟ نايا هو اللي غالط وغالط على طول الخط ثانا. تهم راح كاس المنظر هذاك مش بهيم هذاك السيكو سيكو. شنية؟ سيكو سيكو؟ ها يا ودي مازلت كي خذيتها جديد قرباعة ماشي صفر كيلومتر. يمكن انت ما خرجتيش خاطر البارح ما رقدتش. بدل عليه الفرش وقال قاسي الحالة زوج بالشخيرة نتاعها. هات نخرج ونبدا في المشروع فهمتي وبعد انا ضايع شتا. هاك شاهد اسم المنظر ها كل شيء لعينيك باش كان نهارنا اللي هو نبيتي مش واحد اخر سجمت وخشيت البوفردة ما يلوم علي احد. بس المنظر ما تخلص علي هكا نسيب هذايا كاش خلاص لما كنت انا اللي هو انا كان ولي مانيش انا نولي واحد مركانتي وظل نلم في الفلوس على بعضها ونبدا نصرفك فيها على بعضها كبير وصغير ما يكلمني حد. وكيفاش يا بابا انا باش تولي مركانتي باش تولي تبيع وتشري في البهايم انت؟ نبيع ونشري في البهايم بلا حرام كما ظل الشارع هذايا هم بالتوريكس فهمتني انا مانيش فاهم. ايوا مالا ناوي تبني لنا وتيل عاد هوتيل يا ودي العمدة الكل على السيكو سيكو كانت الهاه بيه هكا ونبدا نعلم فيه كيفاش يشري بالقزوز كيك الجمال اللي حدو فيه في التلفزة ويكشف للتوريست وفهمتني نوكل القاطو ويتكلم في التليفون ويبدا دوز دوز التوريست يصور معاه انا نصور في فلوس ونحطهم في سسم البريد. حطهم في سسم البريد؟ اي لا قد قد غير ابدا من تو بالفا صباعك يا سلفان. زلت تحلف فمك انت تتكلم ما تحشمش على روحك بالحرام وكان يشدوك يعادوا لك تشويش في المجازة ولا اعتداء على املاك الغير على خاطر المراه هذيك معرسه وتقعد 10 سنين في الحبس وتطلع تلقى ولدك في السجن تقول له يا ابني يقول لك انا مش ابوك هذا نايا. اسمع السي الحلزون احترم روحك وغطي جروحك خير تنسان هبت جلي. يا ربي مايا يا سيدي بوعك يا سيدي هذا مشي نخدم انت وين يا منجي منجي. استنى لاباس يا فطيمه تعرفني راني كي نبدا قاصد ربي للخدمه ما نحبش العطايا اللي نعصبه. عرفتك قاصد ربي للخدمه قلت لك ماشي لوطيه انا شد حط في جيبك. شنو هذا؟ حبيت سينوج على العين. لا اقعد يا فطيمه فطيمه برحمه بوك العزيز الغالي داعي لي. يا منجي ندعي لك ندعي لك والله ندعي لك بنهار اللي ولدتك وانا ندعي لك ونفع الله ان شاء الله المره هذه تصدف. اسمعني وما نوصيكش المنظر احفظ منه صنعة بالباهي وحسبوك اخوك الكبير وحل عينك ورد بالك الكريدي والريميز لا قالوا يا قارونش كثر مالك قالوا لا نحقر فايده ولا نبيع بالكريدي هيقصد ربي. طيب ما عندك كان رجل صحيتك اسمع كلام امك راك تربح امشي عينك مغمضه وما تخاف من شيء. تمام يا منجي ما تقوليش غمضت عينيك بالحق. لا لا يا فطيمه هيك نسيت روحي بالقبقاب نمشي لك بالصبوتي خير. سيكو سيكو جا وتريكم 500 سيكو سيكو جا وتريكم 500 سيكو سيكو 500 تريك سيكو سيكو 500 تريك سيكو سيكو 500 ايه ايه
ستنا فعل نعاون فيك على هم الزمان مبرح معاه. نقول لك عاوني يا سيدي، اختارني يا بيت وشان تخبط. برح لقيتها ب 500 ليه خي؟ لقيتها من زبالة انا. اقعد على التنصمان نتاع مخك وحسب لما 2 دينار يزيد فيهم. قلنا نعملوا التسهيلات. قلنا نعملوا تسهيلات؟ ليه؟ شوف الاجتماعية شوف هي قدامك. تاني قلت لي خيك انت تحب تصدق، ما تصدق من رزقك. تتمزق نتاع الناس. شد. شيدي. واش؟ كرد نتاع عندي 100 فرنك. عندي نعرف يا تاكسيفون شوف هي قدامك. هذا حق التقشير هذا خذيت. حق التقشير وين الباقي؟ احمد ربي واستقنع. تنو بربي ونكمل. اي وقتاش تنو بربي سلفيه العام الجاي؟ استغفر الله العظيم. لا 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 خلعت في حكم ربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجي 100 فرنك يا سلفيه. هيا ادخلوا مدام بالراحه راح ما تخافيش. سعيد لحل اجول. اه المنجي. أيوة تقولش صاحبك مبروك؟ صاحبي مبروك؟ ها منو ذي مبروك؟ مش عندي نقول له خي؟ يا ودي مش صاحبك انت مبروك؟ قال لي ليلي انا مبروك. مش تب سورية جديدة؟ ومالي هو يا حباني يا والله العظيم عنده 1000 حق خميسة كي هجر. يا ودي ماني سايه هنا من اليوم وليت انا جروب تاع القوامي. اي بالبركة الله المستعان سمونجي. عايشك يا صاحبي. اهلا اش بيك التواس الشباب؟ يا حباني شفتوا هما وراح مدوية جايبة روحهم. سي شبابة يا سي المنبر سلميش يحكي معك الجيران تاع القهوة عارفك جديد فهمت ولا؟ شنو هي؟ شنو هي؟ ودي وراح من بويل اش غادي تبوجي هكا ولا هكا؟ نجيبك على برا وتوخرت عليا. سي المنبر لا لا وقيلة دق عليك عرس برا برا العارف حاجته بيك برا عارفين كي نخديت بخاطر اختي حياة باش يجيب حذايا باش يولي عارف الجملة. لا تعاود تشوف بالذي لا 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 نجيب عليك الماء والشرشور. اي حضر روحك انت وياه. كيما جايب عليا انا الفهم وبهيمو. يا وليكس القطع على 5 باب الله يهلك الفهم. قطع دينار سيدي القطع على دينار. كل يوم كي تتفرج في نسيبتي العزيزة حل عينيك وحل وذنيك المليون يستنى فيك. والفائز اليوم مروة الهميسي من تبرقة. مع نسيبتي العزيزة كل يوم اربح مليون كارتة تحك في كارتة. بسم الله على ولدي عايش ولدي عا كمل مامي لي المغرفة دي عايش ولدي عايش ولدي. بسم الله بسم الله على ولدي يا ربي بسم الله بسم الله بسم الله. اي 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 امي نعم بالله اجا شوف شكون في التليفون نفتر في حسونة. هيا عاد كملها عايش ولدي. الو بسم الله حمادي شحالك يا خويا لبس فوزية؟ لا الحمد لله نحمد الله ونشكره حياتها هاي قدامي. سلم علي. تسلم عليك لا لبس عليها محسونة. الله وحد عليها وكبرش بسم الله على وليدي. لا هيك عاد من اللي شد الخدمة سبحان الله تقلب ضربة واحدة الرقاد بالوقت الماكلة بالوقت كل شيء بالوقت ياه عامل قلب ملشنو. لا لا ملهيش برشا عنده تقريبا 10 أيام. قل لي وانتي وش ناوي تعمل طلة؟ لا لا به 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 خويا سلم لي على فوزية برشا في لمان خويا في لمان. شنو شبيك تخزر لي تحبني نحيروه نقول له اليوم شاد الخدمة ودينو دينو ما احلى عينو دينو 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 زين ما حمشيك لا 4 مغارف بالصيف ولا انتي بصح راسك يزيه بالغلة المرفوسة واكلوا معانا خير لك. مين تي الطفل مغلقش العام نوكلوا لك سكس والمقارنة؟ يما عليك ملا كيفاش باش يقيم ركبته؟ المنجي اخوك عمره 4 شهر وكلته البازين والشرمولة و6 شهر وكلته الكسكسي والمرمس. لطف على ولدي. هيا سمعتها اش قالت؟ أيا مامي ما كانش نجيب لك صحن كسكسي وتطلع لخالك. أيا أيا إيا
كليها. العين سلمونجي. ها ماشي الليمورة. اسمع هالجون سمحني عايشك فهمت ولا؟ توا راه وقت خدمة تشوف فيها غاط سلموني من العنكوش. ربعين كسوة ربعين. يا اسمك؟ يا سلمنظر نكلم فيك انا راهو. هذا يا سيدي يا نعم. شو كي تقزر علي من ورا الكنتور هذا؟ اجاني لهون اجا، اجاك في قدامي اجا. اسمع يا سي منظر يا اخي قداش تاخذ فيها كعبة الكيك انتوما؟ ياخذوا فيها ب 150 ونبيعوا فيها ب 500. شو؟ يا حبيبي شو كيقول فيها وفرحان السيد؟ تاخذوا فيها ب 150 ونبيعوا فيها ب 500؟ انت يا ولدي نقص حزق قدام الكليونات شبيك؟ شنو باش توريني هنا في الخدمة؟ لا تقلي لا قدام الكليونات لا قدام المرمى. فهمت ولا؟ توا بعد الثورة يلزمنا ندخلوا في الشفافية. الكليونات ما عادوا يخبيوا عليهم حتى شيء. من الحكاية قالوا 150. تعرف هذا قدام في صفاقس ولا؟ كعبة الكيك هي ب 50 فرنك. يا بابا هذاك في صفاقس هوني الاسواق مغلى راهي. وعلاش هوني اغلى علاش؟ في صفاقس يعملوها بالفرينة وهوني يعملوها بالجلجلانة. ما الكلام هذا؟ تعرف كيفاش؟ شوف صار المنظر انا نقول لك حاجة. الفورنيسير هذا ما عادش مساعدني. ما كانش تو قالوا خالي محسن اني نشوف الفورنيسير اخر من صفاقس. نعم؟ انت ما خالك ولا صفاقس يا ولدي. يا اخي شبيك ناوي تولي تجيب الكيك والكرواسون كل صباح من صفاقس انت؟ عليه عيبه كيف يسقون الاربعه نتاع الصباح بالترينو ما يخلطش لهوني السبع سخون يفوره. هودي والله فكره هايله ياسر. واش يا منظر؟ كيفاش ما جاتش لبالك هذه؟ شفت يا حال وجون صاحبك المنجي ايش راني؟ القهوه هذه يلزمني نقلبها لكل من جديد انا. سي الماء سرح على البطيخ. يا لا واش؟ ها ودي نعرفك صنديد وما تقدها كان انت. وزيد اخويا عندك الف حق. انا اشتري الاخر الكل. الريسات ماشي وطيح. سي حرزونة حاشك في حاجة؟ لا لا جيت نطول له برا. جيت نبارك لعرفك ونقول له إن شاء الله بدو بتمام. هاي سي حرزونة نقصد ربي نقصد ربي. تو بعد كان لقيت شوية وقت نكلمك نعملك ويس تي بي. هاي يا سيدي ما فيها باس. هيا ربي يجيب القصب إن شاء الله سي منجي. سي منظر الناس بعرفك. برا أخوي برا أخوي اخدم على روحك برا شد حانوتك هذيك ربي. ألو عسلامة مدام. لا لاباس لاباس. حاضر يا مدام حاضر تهنى الله يبارك. حاضر راهو معاك تفضل شد. شو؟ التليفون اللي لينا هذا؟ اي اللي لك انت. اوكي. الو مرحبا بك مدام معاك المنجي الجيران تاع قهوة المدينة. ها؟ طيب مرحبا مرحبا بك يا. بيه بيه تهنى تهنى ما عندك كارجي. أنا نسيس فيه ونعلم فيه في الخدمة ونحلو فيه إيش باش نعمل أنا غالب. باهي باهي هاي سلمني على حيوته وبوس لحسونه. باي 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 باي. أنا نعس ديريكت. الله يبارك فيك. وعليا ولا سعدي دقلة دقلة هادي ما تلاقيش انت وقف لي فوق راسي، دي برا شد كنت ورا. يعطيني تليفوني انت شبيك؟ يعطيني تليفوني، صرنا اخر وقت هيفو. يا حبيبي يا، يقول لي تضحك لي انا يا بي. صحة صحة يا سي، البس لك طلقات وننبه عليك، نحبك راجل صنديد، رجلية مش شلاغيم. تو عجبوك شلغيمات ببيشة ها؟ والله جبت فيها بالضبط هذي. واش قال لك وبيضاء مرسي فيها؟ هذي أمور ما بيني لنا ويا سكريت وانت شم دخل ها؟ ترى؟ واش؟ تو نمشي للسوق نجيب ليه غالي وطلب رخيص من عندي قبل العندي البس لبيك كسي. علاش مساك اخوي؟ على شمعة دونت فريس ولا على دبوزة شامبوا؟ الزوز غلطين وصلني على قرط بالنقبة نمر ثلاث. هكايدي كمل خذ لي سباقيت خلاص. خميس الو 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 خميس لاباس الحمد لله. فاهم مكلمي عشيك فاللي عنده
السكرتيره بتاعي هنا اطفل هو التليفون مسكر مسكره بالعين به ما قلقونيش يا ربي ولا انت قلقك اخي المعجبين والمعجبات الا عند ربي مش بعيد شو تكلم اختك انت الو خميس اسمين تنحل برطب لي كلمك عليه كلمك راس راس ها وبباشا ارزق فيه ان شاء الله يا بنتي ذات خلاص لا ماكله لا شراء لا مش يلاك حس الشر الماء حتى تاكي طيب اشرب من البريد ما بيخليليش يا بنتي عندي ليه دوسي مسود نعديهولك اتفضلي معك المدام شد الو أبنتي خميسة وسكتي أبنتي وسكتي أبنتي يسرح أقول معك كلمة الراحي الراحي يا مدام الراحي ما تخافيش ترى تكلم كانك رابح كنك واشي كانك رابح هذا كهو جاب دخيت من راديون تعرف كيفاش خميسة كيف تكملي اطلبيني اسمع نقول لك يا سيكو سيكو رد بالك تعرس لك تعرف انقذ زجاجه كما بعض الناس بنسيان ما تعرف كيفاش سكرناها الشكفه خلي ترتاح الناس كل يا خويا بابوش يا ربسي انت شبيكم ولكن انا مش في السيبون كي على البلاد يا صاحبي نعكزوا وما كنت لاباس اسمع عندي لك برفان عالمية سلعة قطرية 100% هدي اسمها ما شاء الله كم زب دخلت البارح بركة للسوق خذ منك عيب ولا اثنين للمدام وتفكرني المدام كان عندك برفان اسمه حسبي الله ونعم الوكيل تنخذ منه زوز لا صاحبي زي بزال ما تخلش السوق هاي بابا الريبا ديتشي هوي المنظر أهلا رحمة الوالدة حيدة كالعادة الله يبارك خويا حمزة حاضر مين يا ربي معايا ما حبيبي كان هذا عسلامة سيدي سيدك سيدنا ربي معاك المنجي الجيران تاع القهوة شنيا أمورك مريضة لاباح فينا سافا يعيشك سي المنجي أنا راجي را جي بين يا ما تشرفيني لالا عجبت قهوتك تخي بيان كل شيء مريق ياسر المنظر نعم يا سيدي ما عادش تسمع جيب كويزي على حساب المدموزيل جيب اضرب روحك عايش كي عايش ربي فاضي ما عنديش عليك مزيه يا مدموزيل يعني هوني هنا نتفقد لك ليونيل تاكل ولا جا اوكي باي 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 يا هاني اتوت يا ياسر المنظر اجي لهوني تفضل يا سيدي بلي قداش مره قال لك ما نحبش البونتات بتاع السواقر في القاعه انا بونتات ما انت رافيهم انت البونتات مين رافيهم انت ما ترومش امين الروم سافا مرجين نهارك منقوب انا قال لك اهلا مدموزيل مرحبا بيك نستونا يا الاولاد مرحبا الله يرحمك يا سحسون شكون خليتني طب ماكش باش تنني انت يا ودي نني شويه يا ولدي يا ودي نني حتى شويه يا ولدي تيسي ما حبش يرقد شيء سملة 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 بربي شو أمي مش الكل حصونة تقول عليهم مازال بيناتنا ربي فضله اللي خلف ما ماتش بنيتي ربي يعطيه الوقت الطيب
أمي. و شبيك تتنهد أمي؟ اللي نخمم عليك أنت. مش بينين لبس عليا نحمد ربي ونشكر. لبس عليك نهار كل وانت قاعدة هكا يدك على خدك كوجينا ما تدخلها كان مرة في الفيل. قدش منك بنيتي هالقاعدة القهوة الأربعة صور دي اللي دخل فيهم اشترهم يشيل المصروف اقتلوا يصبحي لو لا يتشابب للكبر مو يلزموا لهوة يلزموا شكون يقفلوا. أمي اللي عندي زازيني أنا ولدي نحمدوه كانك على طريف الرزق اللي خليه المرحوم يجي نهار ويوفى بنيتي. اجبد ما ترد اجبل تتهد حتى الرويبات نتاع العرايس هكا قريب تضربهم التونية في المقصورة في العام تتكرش رويبة ولا اثنين. أمي بدل علينا هالصحن وانسى شوية الفلوس. نين نكلم فيك على الفلوس هنا نكلم فيك على عمرك اللي ماشي سلاطة. دي شنو أمي ما حكينا فيه الموضوع هذا بابو سكرناه أنا بعد حسونة ما ناخو حتى راجل شنو نتكلم بالشنوة حيات ولا تعلي صوتك عليا نستاهل لله نستاهل مخلي داري وقاعدة هون باركة أنا ولدي. ما تقوليش عندك راجل وتحب تاخذهولي راجل قوليه برك هاي هاو البيبي دق يظهر لي الخطاب بدا ويجي. منجي الحمد لله كل خدمة برشا الحمد لله. هاي ما تبطاش على الفطور باش تفطر في الخدمة بيه بيه بيه. أمي شكون جاي؟ علي يا حجلة صباح الخير على ولدي. ادخل ادخل يا حياتي شوفي شحال توحشتكم بزاف بزاف. يا عمري على حسو يا عمري خبوس عليك شحال شباب. ادخل بنتي ادخل تفضل. عزو انا مايا. هذه مايا صحة يا لالا صحة عايشك سلمانش وميرسي انكور اون فوا. ما عنديش عليك مزية يا رجا هذا اقل واجب. عايشك تبارك الله عليك تبارك الله ميرسي. قلت لي صبية اه ما فهمتش بيه من الرجال يراهم يوم على البطون. اما الفو دير زادة اللي انا مازلت ما خممتش في العرس. لا حبيبي وعلاش يا اخي هو صعيبة تعرف حاجة ما اسالش منها العرس تصديرها عوادة وبريش بقليوة ونبيبوا لك. اي انا لازم نلقى الراجل اللي يعين. يا حبيبي صار انتي مازلت ما لقيتش الرجل اللي يملالك عينك وعليا تعرف يا رجل حتى انا كيفك مازلت ما لقيتش المرة اللي تملالي عيني بالحق ورا سكتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي ياسر منجي. الله يحفظك يا حشي على زون حاجتك بحاجة؟ لا لا سلامتك اخي زعما قلت حاجتي بيك قضية مرايه فما لها معنى كان عندك عطاء صار. اي ولا قوي ما تصبرش في بعتيش برا 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 ما راك حرزون برا خلي بعتيش على كيفك اخي. كان تحب خلي شو لازم اما ملا حاجه لو ملا فانتازيا. استنى استنى يا جلو نيجا اجي جبت حاجه توا. لا لا ولد عمي عادي عادي نورمال كيما تقول هي وما كنت تو برك شفتها خاتمه قدامي قلت نقول لك لعل يا حبيبي يا وين شفت حشيله وين ها ولدي تو برك خشت لدار تدهكل بالفليزات وبنا مرة قالت لي سلي بابوشة واش راك؟ قالت لك واش راك؟ كنت راني لابا بسم الله العظيم كيتي 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 خرج زعما طاح حتى الحديث ما خليش نكملها. سامحين عاد بنيت عمي. اسمح يا عمري يا عبد مريكم اللي بويا حياتي ان شاء الله يتربى في عزك. باهي سبحان الله تقول حسو اومينياتور. هذا مش منجي بسم الله يا سلام يا سيدي مرحبا مرحبا يا منجي يا مرحبا يا منجي شحال توحشتك يا شخلولي. يا اخي مش قلت لك الجاي للفطوره يا حيوده قلت لك مانيش للفطوره ما قلتلكش مانيش باش نشوف حجيله. يا عمري ايش
حجيت يا عمري. يا منجي. نعم يا. قعدت ضربه وحده حجيله مش هربه. برا عيش ولدي يرجع لخدمتك في الليل تو نسهروا مع بعضنا. في الليل؟ حتى يا طيبه انا ما قتلتش. ان شاء الله خير. ماني سعيد عمر كوجي شو صوت وجيت. ايه هاوكا طلع الصيت. الزول يا حبيبي يا الكايبه منين طلعت امي؟ يا موجي نقدم لك مع كوزين مايا. يا حبيبي يا مرحبا بك يا كوزين. وليو مرحبا. ميرسي. مرحبا. تعرفي يا جماعه كان عرفت هكا راني قدمت استقالتي جملنا. ملا راحه وملا رياض. هذاك هو يحسب واحد يفضله. كيتي 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 يخطفوا لي مشاه من السبحه ما ظهرش. زعما مشاه يجي في القرط. هذاك هو كلت الدبك هنا. اذكر الكلب يهدف. السلام عليكم. وين كنت يا شباب؟ وانت شهم دم الشيخ خلتي جمعة؟ والله لا سار وقد قاعد بالقياد. قالت لي يا ما يرحم ما يثور على طعامك وانا بيها كان ولد الجيران. لا 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 مش ولد الجيران ولد الحليل. لا لا واقيلا ولد الحرام خلاص نسيتي العزيزة.